مرة من الشيخ تهامي محمد مباشرة إلى 55 بسرعة جاية يلعب مع حيس بودرويا يرجع لي مساخ ثم خالي سفيان بوشار 1-2 ينطلق أمير سعيود أوه في العمق ممتازة ممتازة الهدف الثاني الهدف الثاني طبعا المرة وغانا بيكون أي تسلل عن شاهدها بعد قليل الكرة كانت ممتازة لبلحول من أمير سعيود في العمق قلت أنه في ارتباك في الوسط في قلب دفاع نجم مقرى مباشرة المراوغة من بلحول يتمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 31 من الشوط الأول نحتسب الدقائق بعد 30 دقيقة وبعد الثواني تصبح الدقيقة الواحدة أخشان هاي الكرة من جرار للعربي تفدي شوف لا ما فيش وقت تماما كان محقا الحكم المراوغة من حمد بن نحو لعب اتحاد اتحاد العباس السابق يسجل الهدف منتهى الروعة هذه الكرة بالقدم اليسرى من العربي تابتي والهدف الثاني هدفا مقابل صفر لصلاح او من سعيود عفوا من سعيود رجعوا له